صباح الخير مجددا مشاهدينا متابعين لقاءاتنا معكم واللقاء التالي بجمعنا مع ترينر والكوتش هرير كويم جون. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور. الحكي كثير عن البوزيتيفيتي وعن انه كيف فينا نضل عايشين بهيدي البابل يلي بتحمينا من كل شيء سلبي حوالينا اللي قطع علينا منه هين. اللي بيقولوا لنا خلص قطعت الكورونا، خلص الازمه الاقتصاديه بلشنا نرجلج ونتعود عليها. انفجار المرفأ صار له سنتين وشوي، بجربوا ينسونا بس ما بيعرفوا التداعيات قد ايه بتأثر وقد ايه بتطول اكثر من الحدث بحد ذاته، وقديش صعب واحد يقدر يطلع منها لانه عم بيجينا شيء ورا شيء، يعني ما لحقنا نرتاح. وهي الحياة الواحد فيها عن جد ما بلحق يرتاح إلا إذا ركز على الأشياء الإيجابية. وما بدي تزعل مني كوتش، بس مرات الحكي عن البوزيتيفيتي مع كل التحديات اللي منعيشها منحسه حكي ما بيتطبق على الأرض 100%. مع احترامي لكل اللايف كوتشز، مشان هيك انا بس بدي اوضح نقطه مي. اول شيء بدي اشكركم لاستضافتكم. اهلا وسهلا فيك. بالنسبه لي زيارتي واطلالتي على الاو تي في منا اول مره، لانه طبعاً انا مثل ما قلتي انت اليوم بدي اوضح شغله، انه انا بيرسونلي ماني لايف كوتش. انا اليوم متخصص بالتريننج، متخرج من عده مدارس قياديه، وجايب بنفس الوقت بدومين معين صار لي 32 سنه. فمشان هيك مثل ما قلتي في بعض الاشخاص رؤوسها فوق الغيوم بس اجريها منا على الارض. اليوم راسنا بده يكون فوق كتافنا او فوق الغيوم بس اجرينا على الارض. انا بوافق الراي انه اليوم في كثير الحكي بنحكي، بس كمان الحكي لازم يتلازم مع الفعل، مع الخطوات، مثل ما بيقولوا ووك ذا توك. اكيد اكيد في خطوات اللي حكيت عنها حضرتك بدنا نحكيهم بالتفصيل. كيف فينا عن جد ما نتاثر كثير، مش انه ما نتاثر ونكون مثل ما قلت اجرينا مش على الارض، بس بنفس الوقت نكون عن جد محصنين وحاميين حالنا. شو هن الخطوات اللي لازم نتبعهم؟ اول شغله بدنا نسال حالنا، طب شو اللي بيسبب سلبيه او ايجابيه للشخص؟ شغله بسيطه، امور تحصل حوالينا. في حدا ما مرق بصعوبات بحياته؟ اكيد لا. اوكي، كلنا. هل اليوم حياه الانسان بتندار من خلال تو سيركلز. في سيركل اللي هو بيركز على الاشياء اللي عم تحصل حوالينا. بدي لك شغله، ما في ناس المناخ التأس بياثر على المود تبعها. اوكي، سو اليوم هودي بنسميهم ويذرز، عده مناخات، بس المناخات مش ضروري تكون التأس، ممكن تكون مناخات ماليه، اقتصاديه، اجتماعيه، سياسيه، اند سو اون. انا من وقت ما فقت على لبنان قد ما صار عمري بعد ولا مره كنا 100% بالحاله السليمه، بس ليكي كيف كنا بكل حقبه كان في كثير من اوقات رغم الصعوبات كل مره تاخذ فساد معينه، بس كنا نتخطى ونعيش وننبسط ونكمل لقدام. بس في شغله وحده، هي شغله بدها خيار. هالسيركلز هن كل شيء بيحصل حوالينا، يا منخليها هي تسيطر علينا. انا بيرسونلي مالي بدي مرق شغله، كلنا مرقنا بصعوبات. انا اليوم في كثير اشخاص اذا مرقوا بحادثه بحياتهم، هالحادثه بتكون نقطه تحول بحياتهم. انا بيرسونلي خسرت والدي كان عمري 15 سنه، لا بحادث سير ولا مره بتقدر اقول. حادث بسبب سرقه كان عمري 15 سنه، انا الكبير بالبيت، في ناس شو ممكن يصير فيها؟ تتحطم. هون انا تحديت حالي، قلت شغله وحده، اذا بدي اخلي هالحادثه هي تسيطر علي، انا حياتي رح تكون ميديوكر على طول، رح اعيش بشو؟ وقف على الاطلال والاعذار. انا انتفضت على هالشيء، وهيدا الشيء قلت انه حياتي اللي انا الظرف اللي انا مرقت فيه ما بدي خلي ولادي هن يعيشوا يكملوا. كسرت السيركل، ات سام بوينت لازم ما نكسر سيركل اوف نيجاتيفيتي. صح، اكيد. يمكن في اشخاص تربيتهم التولز اللي هن بيكونوا معهم بيقدروا ينتفضوا مثل ما حضرتك انتفضت، بيقدروا يكونوا قوية. الأشخاص الفيلنغابل أو الضعاف شوي أو اللي هن عرضة ليكونوا عم بيتأثروا بشكل كتير كبير من ورا هيك تروما معقول تصير معهم، شو مفروض يعملوا؟ هل دايما بيلجأوا الاختصاصيين أو هل مفروض يكونوا
شوي شوي بخطوات صغيرة عم بيتقدموا لحتى يصحوا، يعني يمرقوا بفترة الهيلينج ويوصلوا لل قوة اللي هن سؤال لازم كتير مهم فيها. هون في شغلة وحدة دايما دايما دايما، مثل ما بيقولوا أهم الفيتامينز الجسم هو بيصنعهم، مثل ما قلنا أهم علاج الإنسان موجود بداخله. نحن مشكلتنا أنه منروح منفتش على الحلول مطارح بعيدة، بس انتبه أوقات لأسباب علمية وطبية نستعين باختصاصيين، بس مش هيدا الحل 100%. الحل جواتنا نحن الحل بيتطلب قرار، وهي شغلة منا هينة، اللي بيقول هينة لا أبدا. اليوم اللي مثل ما قلتي فينا نحكي قد ما بدنا، بس اليوم شو اللي بيثبت الإنسان، شو بيثبت حكياته؟ نتائج اللي بيعطيها. صح. اليوم اشياء مرقنا فيها مي، شو اللي تغير من 4 سنين؟ خلينا نحكي، ما بدي ارجع لورا. اليوم من كوفيد، بعدين الوضع الاقتصادي، ثورة واتسترا، انفجار اللي اجا، اوكي، وان سو اون، عم نعيش لهلا. شو اللي هو كل هالامور عسرت على شو؟ على عملتنا، قدرتنا الشرائية، نمط حياتنا. هو كل أمور، هالأمور كلها تغيرت، السوق تغير. طب شو اللي بقى؟ بقينا نحن برضو، نحن عنا عيال، مسؤوليات، بدنا نعلم أولادنا، بدنا نقوم بواجباتنا تجاه نفسنا، بدنا ندفع مستحقاتنا. كيف فينا نعمل هودي؟ نقعد ما نعمل شيء؟ بلا، بدنا نشتغل أكتر وأكتر. أثبتت أنه الأيام، أثبتت أنه أكيد دايما بتعرفي بأي تغيير في مراحل. أول مرحلة بتكون صدمة، بعد الصدمة بتصير دينايل، نكران، وحد قال لا أنا مش مزبوط، ما عم بصدق اللي عم بيصير. ثالث مرحلة شو؟ عملية نبلش نحلل إنه خلص التغيير حصل، سو هيك نشوف كيف بدنا أي مقاربة، أي أبروش بدنا نعتمد لنقدر نكفي لقدام. أوكي، منكفي لقدام، هالتراسبات بتضلها معنا. يعني اليوم بنشوف أشخاص بالفعل منحسهم ومنتمسخر عليهم مرات كتير انه عايشين بالغيمة. مزبوط. عايشين بالغيمة، انه بعد الخيمة رياليستيك اكتر من غيمة. مزبوط. يمكن من هيك هيدا اللابسوس. وما فينا ما نتهكم عليهم انه كيف قادرين يكونوا ايجابيين هالقد، كيف قادرين يكونوا يعني مكفين حياتهم بشكل عادي. وبالمقابل منشوف ناس كتير متأثرين وبعضهم بأول مراحل من التقبل ومواجهة الواقع. مين الصح، يلي بياخد وقته ولا يلي دغري بيتأقلم؟ لأنه كمان بمطرح من المطارح منفكر أنه نحن ما بقى بدنا نكون طائر فنيق، نحن ما بدنا نكون ريزيلينت، بدنا نعيش الوجع ونحسه وننتفض تنقوى. الوجع اللي ما بيقتلنا بيقوينا. اوكي، سو هون بدي اقول لك شغله، كلمه وحده انا بختصرها، وانا بعرف من شغلي اليومي، بتعرفي انا بنفس الوقت بعلم بجامعتين غير شغلي بكوربوريت لايف، خلال النهار بقابل كتير، انا بطبيعه شغلي افتح مجالات بالتوظيف للشباب الجداد يقدروا يقلعوا. بتعرفي انه ان كان من تلاميذي او من شباب اللي انا بعملها انترفيو، بقعد ما بحب انترفيو، كونفرزيشن، محادثه. بتعرفي اليوم جيل جديد اللي بنسميهم جينيريشن زد، اللي خلقوا بعد ال 95، بتعرفي قديش عندهم نزعه انه يقولوا نحن بدنا، عندنا طموح، بدنا ناسس اور اون بزنس، هالاحساس الانتربرينوريال. كل هالامور تختصر بكلمه، ماي بيربس، هدف. اليوم بدي لك شغله، انسان اللي ما عنده بيربس بالحياه بيجي بيقول لك ليكي ان نمت الصبح او قمت الصبح، هي ذاتها، لان ما عندي هدف بالحياه او غايه بالحياه، شو ممكن يعمل؟ بضلوا مطرح، بيقول لك هي ذاتها. قديه في اشخاص بقعد انا وياهم بقول لهم رغم هالصعوبات انا فيني فرجيك، مش خبرك قصص وهميه، ليك قديش في ناس عم تنجح بلبنان وعايشه حياه فوق التحديات. صح. شو بيقولوا لي؟ ايه بس هيدي لفتره معينه، دائما عايشين النكران، ما عم بيتقبلوا الواقع. وفي اشخاص وقت بيحطوا المنبه على الساعه 6
قبل المنبه ست الا ربع بيفتحوا عيونهم، بتعرفي ليه؟ هن بيطفوا المنبه قبل ما يرن، لانهم عندهم فيري هاي سنس اوف بيربس. الغايه بتخلي الانسان يقول كل يوم انا في عندي هديه بدي اروح استلمها افتحها. وفعلا بكل صراحه انا نحن بالحياه اللي عم نعيشها كل يوم عم نقطف الهدايا، عم نفتح الهدايا اللي نحن عم نخطط لها بالافعال. طب هرير اللي ما عنده غايه بحياته بيخلق غايه، اللي ما عنده هدف بحياته بحط هدف؟ وبدي لك شغله، الهدف والغايه ما بتخلق مع الانسان. بدي لك شغله، مايكل انجلو ولا وقت عمل هالروعه الماستر بيس تبعيته ما خلق مايكل انجلو الرسام، كان عندهم تالنتس مواهب. قد ايه في ناس عندها مواهب؟ شوفي بالفن قد ايه في ناس كان عندها مواهب ما نمت المواهب انطفتوا. اليوم النجاح بالحياه او الهدف هي مثل اي مهاره، اي شغله تتعلميها انت بدك تصنعيها. اوكي. اذروايز من دال محلنا. كلمة أخيرة هريركم يوم جاب تقولها أنا بدي أقول شغلة، بدي أتوجه للأجيال للناس. اليوم بعرف الناس قدي عندها نوعا ما ببعض الناس نيجاتيفيتي أو مش شايفين أنه وين بدنا نوصل بهالبلد. بدي لكم شغلة، مرقنا بكتير صعوبات، وأنا بتذكر وكابت كل المراحل مرقنا بكتير صعوبات، كل مرحلة كان لها صعوباتها. صحيح هلأ صعوبة اخده نوع معين، ماسك معين، بس بدي اتوجه لكل شخص، كل يوم حطوا هدفكم، توعوا الصبح ومش بس بالحكي، اوكي، حكوا هالامور وقفوا قدام المرايه قولوا ثلاث مرات I am great I am great I am great، وما عم بيجي بحكيها من باب بس انه نعطي الوعظات او الحكي. انا ابشع شيء عندي اعطي وعظه من ناحيه الموتيفيشن وبيرسونلي ما عيش هالموتيفيشن. كل شيء بتحكوه تقروه تحضروه روحوا عيشوه على الارض، لانه قادرين تحققوا وتوصلوا على ايفرست. شكرا كثير لحضورك معنا هريركم جون، على امل لقاءات اخرى كمان بتكون هالقد ايجابيه، لانه انت عن جد يعني بالفعل مش بالحكي بتعكس ايجابيه مطرح ما بتكون. اهلا وسهلا. ميرسي لك، ميرسي لك، وبتمنى لكم نهار حلو. شكرا. ثانك يو. فاصل قصير مشاهدينا وبطلع عليكم زميله الي، خليكم معنا.